طب انت ذكرتي الاستاذ نور الشريف واشتغلتي قصاده وقلتي قد ايه هو كان يعني بيساعد وكان ليه برضو ملحوظات بالنسبه لك، يعني اشتغلتي معاه في مسلسل الحاج متولي. ايوه. دورك كان كام حلقه؟ كان 4 أو 5 حلقات تقريبا. ايوه. طلع في المونتاج 7 في المونتاج. نعم يعني 7 حلقات. طب ما حسيتيش ان الدور ده صغير وان في ادوار تانية اطول تقدري تعمليها من زوجاته؟ لا لا لا، الشخصية دي عجبتني قوي على فكرة. عجبتني جدا. لان هي حسيت انها حجر الاساس لكل القصة دي كلها. حسيت ان شخصية زبيدة دي هي الحجر الاساس. عجبتني جدا. وحسيت ان هي فيها مشاعر وحاجات جميلة قوي. فحسيت انها لا تقل اهمية عن الادوار التانية. انت في سوق العصر يعني كان عندك دورك عبارة عن 80 مشهد، فانت غيرتي وبدلتي فيه وبقى 200 مشهد. ايوه. لا 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 طبعا انا ما بدلتش ولا غيرت. هو انا لما جالي المسلسل قريت، هو كان يعني الاستاذ محمد جلال عبد اللوي قال لي الشخصيه دي فيها كذا وكذا، فلما جيت قريت حسيت ان انا لا، هي مش مساله، ما كانش حساباتي انها 80 مشهد. حسيت ان الشخصيه دي لا، ده فيها حاجات، يعني الشخصيه دي لازم تبقى زي ما اتحكت لي. لازم يبقى فيها حاجات كتير قوي. فقلت له قلت له، قال لي خشي اشتغلي مالكيش دعوه. امضي مالكيش دعوه. شخصيه لسه. فبقت تحولت من 80 مشهد ل 200 مشهد. هو طبعا بدماغه لقيته دخل الشخصيه في حاجات وعمل حاجات فبقت مش مجرد حاجه زيادات لمجرد ان لممثل. هي زيادات عملت في الشخصيه، خلقت من الشخصيه شخصيه جامده جدا. ايوه شخصيه جامده جدا. بس هل يعني في الحاج متولي كان ممكن تكبري الشخصيه برغم انك بتقولي دي هي حجر الاساس بتاع كل الحكاية؟ ايوه هي الاساس بتاع الحكايه كلها. يعني الاول وبعدين بعد كده يعني كنت 3 4 حلقات بقيت 7 حلقات. ما كانش ينفع. بس ما كانش ينفع زبيده تطول اكتر من كده. ليه؟ لانه احنا بنحكي بنقول الراجل ده خد الست دي اتجوزها وخد وماتت عشان تبقى سبب، عشان يبقى سبب في ان هو يرتبط بال4 اللي بعد كده. لازم زبيده تموت لانه ما كانش ينفع يتجوز على زبيده. طب انت ما كانش نفسك انت نفسك تعملي دور حد من الاربعه دول؟ لو كان جالي دور منهم كنت هعمله طبعا. ايه الدور بقى اللي كان عاجبك فيهم كشخصيه؟ والله كلهم كانوا مش كممثلات. لا بس لا. هو طبعا هم كانت الادوار اللي كانت تناسبني سنا يعني. وقتها كان دور ماجده ودور غاده. يعني دول الادوار اللي تناسبني سنا يعني. لكن الباقي طبعا كان محتاج بنات اصغر شويه. مختلف يعني. انت قلتي ان انت والكاتب محمد جلال عبد القوي شكلتوا ثنائي تلفزيوني ناجح جدا ومتفاهم. اكيد طبعا. هو يمكن في مرحله من المراحل كنا اشتغلنا مع بعض كذا حاجه يعني. نصف الربع الاخر وسوق العصر والمال والبنون باجزائه جزئينه. فنجاحاتي من خلاله كانت متتاليه ورا بعض. يعني عارفه كان كذا عمل ورا بعضيه. هل لهذا السبب يعني طلعت اشاعه بالنسبه للاستاذ محمد جلال عبد القوي وانت؟ اشاعه ايه على ايه يعني؟ ان احنا يعني طلعت اشاعه انه اتكتبت في بعض الجرائد انه ان انت تزوجتي من الاستاذ محمد جلال عبد القوي. لا طبعا لا طبعا ولا والله تصدقي ما قريتش الكلام ده. ده انا عبيطه جدا والله. والله ما قريت الكلام ده ولا تعرفي انه اقسم بالله ما قريته وما اتقالش وما تسمعتيش انه اتقال. والله ولا اول مره اسمعه. لكن بس هو اكيد مادام انت مش معقول هتجيبين يعني من ورق لا مش ورق لحمه يعني. لا طبعا يعني. مش ممكن يعني. فهو اكيد اتكتب. بس بصي هو انا عشان بس نقول للناس يعني او نصلح الصوره للناس، استاذ محمد جلال عبد القوي اخ عزيز جدا وراجل محترم جدا ويعشق زوجته جدا. وهو ومراته على فكره صديقتي جدا والله طبعا. وانا بتركيبتي وباخلاقياتي ما ينفعش ان انا هخطف الراجل من الست ازاي يعني. ما ينفعش ما ينفعش. لا طبعا طبعا ما ينفعش.